حياكم الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وعلى داره في أور. فهذه الأرض نزفت الدماء وزفت الشهداء للذود عن الأرض وعن العرض. رفعت السلاح بوجه النظام الدكتاتوري وقاتلت الإرهاب الداعشي. لم تنثني أمام التحديات ولم تكسر أمام المصاعب. فيها العقال الجنوبي والعنفوان الشبابي ومزيج الاثنين يقطر من جبين المجاهدين. أهوار ذاع صيتها ببطولات المشاحيف ودواوين القصب. لن يفلح من يحاول المساس بها ويدنس ترابها سواء من الخارج أو الداخل، مدفوع الثمن أو راكب للموجة أو جالس أهل المصالح، سواء في ذي قار أو في بغداد أو في الغرف المظلمة أو الكافيهات الفارهة. وعيد وتهديد، اعتداءات وخروقات، وفي النهاية ملفات تحرك كي لا يكشف المستور. فأي خفايا تلك التي تلهب الناصرية ودرجة الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان؟ ما تزال العديد من المحافظات العراقية الجنوبية تعاني كثيرا من نقص الخدمات. هذا النقص ولد لربما امتعاض لدى الكثير من العراقيين قاطني تلك المحافظات، خصوصا محافظة ذي قار اللي عانت كثير ولسنوات متتالية من نقص هذه الخدمات. الذي يحدث في ذي قار الحقيقة هو خلاف سياسي وخلافات بين الأحزاب السياسية، فكأنما أرادوا نتيجة لظرف معين أو لموقع ذي قار أرادوا أن تكون ساحة لتصفية حساباتهم. أكو ناشطين اليوم يدعون إلى تظاهرات، وشي إحنا المواطن العراقي نعطيه الحقية بما أنه هذا حقي فلا الدستور، وإحنا دنباوع حرارة الشمس اللاهبة ونشوف الارتفاع درجات الحرارة. ذي قار ما بها خدمات، ذي قار حقيقة أكثر من جهة اليوم التحكم بها. أتمنى أنه على كل القائمين اليوم وخاصة التجربة اللي انعادت اللي هي انتخاب وصارت مجالس محافظات وتشكلت على ضوها حكومة محلية، أتمنى يكون توافق، يكون عمل حقيقي صالح المحافظة. محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن الأوضاع المتوترة في ذي قار، ورح نتناقش في هذا الملف مع رئيس مجموعة النبأ للدراسات الدكتور هاشم الكندي. حياكم. حياكم الله. كما أرحب كل الترحيب بالقيادي في حركة امتداد الدكتور مسعد الراجحي. حياكم. أبدأ معك دكتور هاشم، إيش قاعد يصير بذي قار؟ تهديد ووعيد وحرق ممتلكات وتهديد ناشطين، وبصراحة اختلقت الأمور على المواطن اليوم ما يعرف جاي يصير في ذي قار. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا التحية لكم ولمشاهديكم وللدكتور مسعد ضيفكم الكريم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا وأجوركم أعظم إن شاء الله. والتحية لأهلنا في ذي قار وأيضا تعظيم الأجر لهم بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. أقول بأن ذي قار من المحافظات المحرومة والمظلومة جدا. هي واحدة من ثلاث محافظات توفر أكثر من 80% من موازنة العراق مع البصرة وميسان، هي التي تمتلك الكفاءات والقدرات، وهي التي تمتلك العطاء والتضحيات على مدى تاريخ العراق من تأسيس الدولة العراقية إلى يومنا هذا، في مقارعة الدكتاتورية، في محاربة الإرهاب، وأيضا في مواجهة الإرهاب وتحديدا مع داعش ومن يجد يوما في الناصرية له مقرا أو مجالا للحركة لن يجد في الساحات مجالا للصور لأنها مملوءة بصور الشهداء. هذا الأمر مقدمة وإن كان هذا أمر معروف. فبالتالي تستحق ذي قار الكثير وفاء وأيضا استحقاقا. الذي جرى أن هنالك تقصير، التقصير يتحمل جزءه الأكبر المجاملات السياسية والفساد. هذا الأمر يتطلب ويحول الأمر إلى واجب الاحتجاج والاعتراض، والذي هو تعبير من تعابيره حسب الدستور هو في التظاهرات. هذا الأمر مطلوب، وخروج التظاهرات والاعتراض والاحتجاج هو أمر فيه خدمة وطنية لأهل ذي قار ولذي قار وللوطن كله.
لكن للأسف رغم كل هذا اللي نشخصه ونقوله، دخلت أطراف ضربت حق التظاهر وفعل التظاهر اللي هو فعل رائع عند العراقيين. هذا الأمر لعله كان بالتجلي الأوضح في 2019. هذه تهمة تقال للناشطين وتهمة تقال على الثوار في تلك المناطق اللي راضين التقصير، اللي أنا وحضرتك متفقين على هذا التقصير. خلينا نقول أولا هذا الطرح، نريد احنا نحصن الأنقياء والصادقين من المتظاهرين. الآن وجود المندسين، بالمناسبة أنا هذا الكلام اللي راح أقوله قايله عشرات المرات، الذي أثر على صورة وعلى نتائج التظاهرات الاحتجاجية في عام 2019 هو اختراقها من قبل المبتزين والمتاجرين حتى بدماء الشهداء، وأيضا البعض من أحزاب السلطة التي خرجت على التظاهرات لأنها مقصرة اندسوا في هذه التظاهرات. هذه الحالة التي أثرت على نتائج وحرفت نتائج التظاهرات المطلبية لا نريدها أن تتكرر، ولهذا هو الدعاء والأمل والطلب لأبنائنا أخوتنا المتظاهرين، اخرجوا مع من تعرفون صدقه، من تخبرون صدقه، لا تذهبون مع كل أحد. هذا أولا. ثانيا البعض خرج لمصالح الخاصة، هاي التظاهرات اللي صارت والمطلبيات تحولت إلى انتفاع إلى أشخاص معينين وليس للمحافظة والناس. الأمر الآخر، تظاهرات لازم تكون مطلبية وليست تظاهرات ابتزازية أجي على المسؤول أقول له استقيل لأن عندي مسؤول آخر، أو أقول له تعال سوي كذا كذا على متحصل من عنده قطع أراضي أو مقاولات، وهذه كلها أمور موجودة هي للتحصين لا بد أن تكشف وتبعد. طيب دكتور موسى، سمعت ما تفضل به دكتور هاشم، إذن هي تظاهراتكم مشروعة وطبيعية وأكو تقصير في محافظة الناصرية، لكن دخلوا بها المبتزين، دخلوا بها أحزاب السلطة، وأنتم ما عندكم مطالب واضحة، فقط تردون تغيرون هذا المسؤول لمسؤول آخر. وين المطلب في تظاهراتكم؟ تحية واحترام. حياك. خير الكلام، بسم الله من بعد البداية، أعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبا الأحرار وأخيه أبو الفضل العباس ومن ناصروه في هذا الطريق الذي هو يختلط بخط السماء. وتحية لك سيدتي الفاضلة ولمشاهديكم الكرام وللسيد الضيف دكتور هاشم، مع الحب والاحترام. ما جرى في ذي قار قبل أن يخرج الأخوة المحتجين في أواخر حزيران اعتراضا على ارتفاع على انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة، سبقها كان تظاهرات لأجل عقود النفط، وقد قوبلوا بهمجية وتعدي على المحتجين، وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية الكثير من الصور التي ظهر فيها الاعتداء على أخواتنا، على النسوة العراقيات الطالبات والخريجات، وعلى الباحثين أيضا والخريجين، وأدميت جباههم. فيما بعدها في أواخر حزيران كان هناك توجه جماهيري بسبب رداءة التيار الكهربائي وإهمال ذي قار من حيث المؤسسة في مجال الطاقة، فخرج الأخوة المحتجين وأخذوا مساحة محددة من غير أن يكون هناك تظاهر في الشوارع، منطقة محددة وجرى فيها هاي التظاهرات ماخذين بها إذن من الحكومة؟ طبعا أكيد الأخوة ملتزمين بالقانون وسلميين ويدعون إلى السلمية دائما، وكان أكثر ما تحدث في هذا المجال هو الأخ إحسان أبو كوثر، وأوجه إلى التحية، منضبطين جدا، لديهم أهداف واضحة قدموها إلى الحكومة المركزية، ولكن صار هناك نوع من التماهي والتلاعب، فلم تجري تظاهرات ممكن أن يدخل فيها مندسين. ما جرى قبل يوم أمس بالتحديد ساعة 3 فجرا، تحركت قوة من المسلحين بسيارات نوع أمريكي جي أم سي تاهو، وقاموا بتهديد الحرس المكلفين بحماية المنطقة اللي هي مدينة الألعاب، وقاموا بجلب شفلات عدد 7 وأسقطوا جدار تلك المدينة. طبعا هذا الأمر معروف، هناك الكثير من يحمل السلاح المنفلت ولديهم تماهي واتفاقات مع أحزاب التقليدية، الأحزاب التي لا تعالج حالة الفساد من أجل الاستيلاء على الأراضي.
ففي الساعة الثالثة تحرك بعض الأخوة، شافوا ظاهرة غريبة الساعة 3 بالليل، وشافوا بأن هناك تهديد، صاحبين طبعا يعني في حالة تأهب بإطلاق النار، هددوا الحرس وأجبروا اللي مسؤول عن مولد الكهرباء بقطع التيار الكهربائي حتى ما ينعرفون. في نفس الآونة وبعد ساعات من هذا الأمر توجهت سيارته أيضا بإطلاق عيارات نارية على بيت الثائر أحسان، وبعدها توجهوا من أجل خلق نوع من البلبلة أولا هذه الجهات المسلحة، والشيء الثاني من أجل أن يغض النظر عما حدث في محاولة الاستيلاء على الأراضي اللي هي في مدينة الألعاب. فقاموا بإحراق جزء من سوق خرج، وقاموا أيضا بإحراق والتعدي على دائرة الأملاك وحرق ملفات. قام بالحرق هي جهات حكومية أو جهات تابعة للحكومة لو طرف ثالث، لأنه تفرق. المحتجين ما كانوا موجودين في هذا الوقت، بمعنى هذه مسؤولية الحكومة المحلية أولا. سيارات تحمل سلاح ولا تحمل أرقام وتطلق النيران وتروع الأهالي في الديقار وتنطلق إلى مكانات أخرى، ومسكوا بعض اللي كانوا يقودون شاحنة الشفل اللي قامت بهدم الجدار، والتحقيقات جارية وأعتقد سيتم الإعلان عنها. ولذلك المحتجين كانوا في حالة براء من هذا الحدث نهائيا. السبب أنهم تعرفين حضرتك في ذيقار وكل محافظاتنا الطيبة لديهم التزام أخلاقي وإيماني وليس ديني. ما تقدر تعمم هذا الالتزام الأخلاقي؟ راح أوضح لك إياه. نعم، سؤالك محترم جدا ويحتاج إلى إجابة. في هذه الأيام هم يحيون ذكرى أيام محرم الحرام، فكانوا في السرادق ويقومون بتقديم بعض التعازي، وكان الجهات التي قامت بهذا العمل غير منصدمة مع المحتجين. المحتجين لم يكونوا في ساحة لأنهم انسحبوا بعد أن قدموا طلباتهم واستلمتها الحكومة، فبالتالي هناك الساحة كان يلعب بها السلاح المنفلت والمرخص أيضا من أجل القيام بأجندات لأجل مصالح خاصة قد تكون مصالح حزبية، ولذلك يجب أن تكون هناك حالة من الوضوح في كشف بواطن هذا الحدث. طيب، للعلن بشكل واضح. دكتور هاشم، قبل سنين والحكومة تقول أكو طرف ثالث، الطرف الثالث لحد الآن ما نعرف من هي هاي السيارات اللي بدون أرقام اللي جاي تعيث في أرض في قار الفساد، تقتل هذا وتهدد ذاك وتعطي وعيد لهذا، معقول الحكومة ما سيطرت عليها؟ دعيني أولا أذكر بأن في الأحداث الاحتجاجية في عام 2019 كانت هذه اللعبة التي ضربت الطرفين، كان عندنا شهداء من المحتجين وشهداء من القوات الأمنية. صحيح، هذا يدلل. أما ما طرح بالطرف الثالث، هنالك من سمى الطرف الثالث بالاسم، لكن المصالح السياسية هي التي أسكتت هؤلاء. ودعيني أذكر باثنين رسميين ذكروا من كان مساهما بقتل القوات الأمنية والمحتجين، أحدهم الشيخ صلاح العبيدي، خرج في أكثر من قناة ومنها قناة الدولة الرسمية، سمى الجهة التي كانت. وأيضا نجاح العبيدي وزير الدفاع في تلك الفترة كان أيضا له شهادة واضحة بهذا الأمر، الذي يؤكد بأن هنالك من يريد أن يدخل بالاحتجاجات ويحدث الفتنة بين العراقيين لأهداف خاصة. وبالمناسبة الكثير من من كان له عنوانا في تلك التظاهرات خرج بعد ذلك واتضحت هم فيما بينهم، أصبحت هنالك اعترافات طرف على طرف، من يتلقى الأموال، من يتحرك السفارات، من تحرك الأجندات الحزبية، وأيضا من تحرك في التظاهرات للابتزاز. أنا أقول التظاهرات رسالة، رسالة إعلان واحتجاج وضغط. لماذا تذهب إلى الدخول في داخل الدوائر والأبنية؟ أنت تقدر تضبط تظاهرات دكتور هاشم؟ عزيزي نعم. جيد، أولا التظاهرات لابد أن تخرج بعد هذه التجربة اللي شفناها، التظاهرات لابد أن تكون لها قيادات. هذه الناس لابد، وليش أنا قلت أخرجوا مع من تثقون به، تثقون بتعليماته بتوجيهاته حتى تكون التحصين للتظاهرة بمساراتها وبمطلبياتها، هذا أولا. الأمر الثاني
لابد على التأكيد على مسألة السلمية. تعرفون أنه المرجعية أكدت كثيرا على مسألة السلمية، دائما ما كانت تقول أنه نجاح الاحتجاجات هي بسلمية التظاهر، لا تجعلوا مجال للمندس، للمعادي، لمن يريد أن يفشل مطالبكم بهذه المظاهر. أنا أقول هذه كلها التجربة المفروض تكون حاضرة، الآن لابد أن توصل الدخول على مسؤول وقع استقالتك. هذا شنو المطلوب به؟ هذا احتجاجات لو مطلوب أنه مسؤول فاشل والشعب ما يريده لأنه مو موفر للكهرباء. إذا كان الخروج بالتظاهرات الخروج بعنوان الحق الدستوري والقانوني، كيف تمارس ممارسات لا قانونية ولا دستورية؟ هذا المسؤول الفاسد هو مظهر فشل في هذه المحافظة. محاسبته هنالك جهات، هاي المتظاهرين ما هم يخرجون. يعني بس أسألك، الحكومة ليش ما تضيع الفرصة على المندسين وعلى المبتزين الحكومة والداري الرقاق حتى لم هذا الموضوع وما يرجع لـ 2019؟ إذا منعت التظاهرات السلمية فهذا الأمر ليس دستوريا ولا حق لها. الحكومة توفر حماية للمتظاهرين وهذا أمر موجود ومتحقق. الحكومة أيضا مسؤولية حماية المتظاهرين، وجود تعاون، استقبال الطلبات، العمل عليها، هذا كله صحيح. لكن أيضا الحكومة عليها أن تكشف المبتزين والمتاجرين. خلي يوفروا الكهرباء دكتور عزيزتي. الكهرباء خطأ وخلل، احنا مو بهذا البلد. هنالك محطات فشل في الكهرباء، في غير الكهرباء اعتراض، هنالك من يرضى هنالك من لا يرضى. أنا أتحدث عن شيئين، على أن نكون في حالة التظاهر ملتزمين بالقانون والدستور ولا نفسح الفرصة للآخرين للمبتزين والمتاجرين. بالمناسبة هذول يدخلون لمغراضهم الخاصة، وهذا يعرف أنه السلمية والقانونية والدستورية لا تخدم توجهاته ومطامعه، فماذا يذهب؟ يذهب إلى إحداث فتنة بالصدام وبالإشكال وأيضا باعتماد الحرق وغيرها. وهذا يتطلب من المتظاهرين ابتداء وقبل كل شيء ومع كل شيء أنه يؤكدون سلمية تظاهر ويرفضون أي شخص يذهب إلى هذه الممارسات. دكتور مسعد حتى يكشفوه على الأقل. أي دكتور مسعد، بصراحة تعدد القيادات عندكم ودائما تتهمون بأنكم تقفزون على المناصب وتتحالفون مع أحزاب السلطة، وين ما عندكم مصلحة تتوجهون لها، ولذلك دائما تظاهراتكم ما تنجح، دائما ما يعني ما تحقق مطالب على أرض الواقع. اليوم منو قياداتكم وشنو مطالبكم؟ ما هو مو من الطبيعي يجون متظاهرين يقولوا له لشخص ذب استقالتك الآن إحنا نجيب واحد، هذا مو منطق دستوري ولا قانون. نعم، في البدء طبعا لم تحدث أي حالة مما ذكرها الزميل دكتور هشام. نعم دكتور هاشم عفوا، بما يتعلق بموضوع الابتزاز. الأخوة محتجين على تدهور والفساد القطاع الكهربائي، ولم يظهر هناك من يدخل إلى دائرة معينة، بل دعوا إلى أنه طالما لم تقدم الخدمات إلى محافظة ذيقار فبالتالي ما الجدوى من مجلس المحافظة وديوان المحافظة؟ وهذا سؤال من حق الشارع العراقي أن يقدمه، باعتبار وهنا دخل السيد الكندي في تناقض في البدء حينما قال بأنه أن لا يقوموا بهذا الأمر. لا، الشعب هو مصدر السلطات، ولكن نعم وفق ميزان الالتزام القانوني، سلمية، إيضاح المبادئ والأهداف. أما موضوعة من هم القيادات في العراق، يعني المتظاهر يقيل مسؤول حتى فهم التناقض مالتي وين؟ لم تظهر يعني يجي يوقف على رأس المسؤول بالدائرة ويقول أطلع، لو يدخل على المحطة مال الكهرباء يقولهم طفوها. طبعا هذا بيتناقض. نعم. من أقول هذا ما يجوز، لا قانوني وغير دستوري. لا هو التناقض وين؟ التناقض حينما ذكر بأنه مو من حق الجماهير هيك يسوون. طبعا هذا غير قانوني. لا، القانوني هو يجب أن تقوم الأحزاب التي استولت على السلطة والتي شوهت وحرفت المشروع النيابي أن تقوم بطرد ومحاسبة هؤلاء الفاسدين الذين ثبتوا أنهم فاسدين. هسه هم المتظاهرين سووا هذا العمل، راحوا على المدير قالوا له ذب السقاطين. لم يجري هذا. وهذا الموضوع أنت تنفيه جملة. هذا الموضوع لم يجري في هذه التظاهرات. كان في فترات سابقة، والمواطن أساسا هو المفروض يختار مجالس المحافظات، إذا عنده اعتراض على مسؤول يسقط بالانتخابات. ما ينتخب انتخابات ثانية دكتور سيدتي. هاشم مامون، هذه هي الآليات. بس اليوم المواطن راح ينفجر بدرجات الحرارة. لا يوجد تغيير باليد سيدتي،
لا يوجد تغيير باليد. إذا كل مسؤول فاسد من وجهة نظر مجموعة محترمة مهما كان عددها تم تغيير المسؤولين باليد فلن نجد مسؤولا يبقى في مكانه. هذا ليس حماية المسؤولين لكن أنا أقول نتبع القانون والدستور في كل شيء. كيف قناعتك بمجلس المحافظة في ذلك؟ إذا تسمحي لي، هناك تجاوز على الدستور من قبل الكتل السياسية التي تقود مشوار المحاصصة، وهناك تجاوز أيضا على حقوق العراقيين، وهناك تجاوز حتى على مجالس المحافظات التي هي لا تحمل الصبغة التشريعية لأنها تم تجميدها بقرار من قبل المجلس النيابي أيام ثورة تشرين العظيمة، وتم مصادقتها من قبل رئيس الجمهورية. فبالتالي ما جرى هو وفق وجهة نظر الجماهير بأنها غير شرعية. بالتأكيد جرى أيضا مقاطعة لهذه الانتخابات بنسبة كبيرة جدا. فبالتالي احنا نقول بأن أحزاب وقوى المحاصصة ومنها الإطار لعبوا تك جول. انتوا قاطعتوا الواحد؟ نعم قاطعنا. لأن ليش ستردون تغيير؟ انتوا هم متهمين بعدم المشاركة في صناعة القرار السياسي. العراق ليس ملكا للأحزاب التقليدية وليس ملكا لأحد. العراق هو حاضرة ومستقبل للجماهير العراقيين وفق بن وود والكثير من اللوائح، هذا ما تؤكده. فبالتالي ليس من مصلحة وليس من أحقية الأحزاب بأن تدعي بأنها هي من تملك الإرادة في محاولة. بس حتى أفهم، هم الناس منتخبوهم أنتم كنتوا مقاطعين؟ الناس لم الناس جمهور زبائني توجه، وهناك جمهور هذا لديه جمهور قواعدهم ما من نعم حقك تقول زبائن هناك، لأن هذول جمهورهم. هو يقول لك أنا انتخبني نعم وخلاص. نعم هناك جمهور زبائني وهناك جمهور مقتنع زين وهناك جمهور رافض. هناك جمهور مقتنع، يعني حتى أكمل كلامي. فبشكل مباشر هذه المجالس لم تقدم هذه الخدمة. بالمقابل الرؤية العامة للجماهير ترى بأن هذه المجالس إذا ما قدمت الخدمة الموكولة بها، وهذا وفق النظم الديمقراطية بأن المسؤول في مؤسسات الدولة هو في دائرة الاتهام إلى أن يثبت العكس. فبالتالي محاولة الجماهير التعبير عن وجهة نظرهم هذا أمر متاح. موضوع الكهرباء ما بي يعني ما بي مجاملة سيدتي الفاضلة، ما بي مجاملة. الناس ما عندها الكهرباء وهناك تقصير وهناك فساد، فبالتالي ماذا ينتظرون؟ ينتظرون هم أو أولادهم بالطرق السلمية والقانونية. الطرق السلمية مو يحرقون مو يأذون. ما حد حرق الآن. هناك قوة مسلحة نعم لديها سيارات تاهو غير لا تحمل لوحات وأرقام، قامت بالتهديم وقامت بالتجاوز. هل أنتم ممثلين سياسيا ونيابيا على ساحات الاعتصام؟ من أعطاكم هذا الدور للحديث للنفي أو للتأكيد على ما جرى في ذيقات؟ في هذه التجربة نحن نقول بأن ثورة تشرين العظيمة لا يمكن أن تقف في عام معين، بل هي انطلاقة للمستقبل العراقي. كيف؟ لأنه تم الاختيار بمنحيين مسارين. المسار الأول كان هو المسار الاحتجاج، والمسار الثاني هو المسار السياسي. هناك من أوصل عدد من النواب إلى المجلس النيابي لكي يكونوا ممثلين وينقلون ساحات الاحتجاج إلى داخل قبة البرلمان، وهذا ما حدث رغم المضايقات والتدليس من قبل أدوات السلطة. وهناك من ارتأى بأنه يعمل في المجال الضغط الجماهيري وفي الشارع، والاثنين هما متاح للشارع العراقي ومن حقه أن يمارس سواء عمل زين سياسي أو زين عمل احتجاج. أوكي أوكي. فقط أسأل هذا، أتوجه بالسؤال لدكتور هاشم. دكتور هاشم بصراحة تتوقعون اليوم أكو مندسين دي يركبون الموجة؟ أنا لا ما في المندسين. أنا أقول هذول المندسين شلون نحصن أولادنا إخوتنا المتظاهرين. أولا لابد أن نفهم ونفهم الموجود مجلس محافظة هو سلطة رقابية تشريعية جيد يراقب المسؤولين التنفيذيين. ما دور المحافظ عن هاي التهوات وعن هاي أولا هذا الأمر، هذا الكلام مع احترامي لضيفكم لم يثبت، نسمع من عنده فقط. بس أنا سمعتك جيد. أنا سمعتك. خلينا شخص أي تقصير من المسؤول عنه يحاسب جيد. لكن أنا أقول إذا إحنا الآن المفاهيم اللي دا نطرحها هي خطأ. المتظاهر يوصل صوته بالاعتراض على مسؤول تنفيذي إلى مجلس المحافظة اللي هو مسؤوليته الرقابة ويشخص للمحافظ مع المحافظ هو اللي قالة هذا المسؤول المقصر أو الفاسد جيد. هذا أولا. ثانيا وهو الأمر المهم، أنا أريد أسأل باعتبار نتحدث عن ذيقار تحديدا، أي عن ذيقار محافظتنا وهنا. ذيقار حصلت عدد من النواب ممن قالوا وادعوا بأنهم يمثلون المحتجين. زي.
العدد الأكبر 9 نواب. جيد جيد، 5 يعني أكثر من نصف زائد واحد. أقول أنا وأكثر من شخصية شو تمثل؟ تمثل أنه هي تمثل المحتجين من ذي قار. أقول ذولي ليش يتواجدون في بغداد ما يشوفون أهله بهاي التظاهرات؟ كم شخصية تدعي بأنها تمثل متظاهري ذي قار وهي من أبناء ذي قار وهي متواجدة بعقد الصفقات؟ ويعرفهم دكتور مسعد حسن، احنا ما نريد نسمي بس يعرفوهم الناس، ركبوا على رأس الشباب وعلى دمائهم وتضحياتهم وجو الآن يأخذون صفقات ويأخذون مقاولات. طيب ما الحكومة وعدت بتحسين الواقع الخدمي بالناصرية؟ الواقع الخدمي بالناصرية أي مؤشر على أي مجال في الناصرية أو غير الناصرية؟ المواطن لا يجده جيدا، يجد فيه تقصير فساد يظهر ويطالب مجلس المحافظة جيد أنه أنتم هذه مسؤوليتكم، اختاريناكم أو اختارتكم الناس، هاي مسؤوليتكم، هذا مواطن، هذا مواطن تنفيذي مقصر أو فاسد هنا، هذا هو العمل الحقيقي. لكن أنا ما أختار ولا أطلع للتظاهرات لأنه شفت الانتخابات، انتخابات ما شاركت بيها، سقطت حقي، تركت حقي جيد بالانتخابات، يعني أنا حقي أوصل الناس اللي يمثلوني بيشتركت الآخرين، ثم الآن أجي أحتج بطريقة لا توصل للحقوق، توصل إلى ماذا؟ توصل إلى منفعة شخصية، هذا نحذر من عنده. خلي تبقى التظاهرات، تندام التظاهرات، تحمى التظاهرات بإبعادها عن المبتزين. وأنا أسأل الدكتور، ألا يوجد مبتزون من تاجروا بدماء المتظاهرين وبدماء الشهداء في من ادعى بأنه يمثل التشريع؟ هذا السؤال إلى بس أتوجه لأحزاب السلطة. صحيح، لا حتى من غير السلطة، لا أحزاب السلطة الآن دخلوا يمكن مع السلطة، ولديهم الكثير من عقود الأراضي وفازين والجمهور واضح، هذا مسؤوليتكم اللي تابع للسلطة وغير السلطة، وفرزوهم زين نوابكم سلطة. وين نعم. الآن أقول النائب اللي يمثل ذيقار وين من معاناة هاي الناس؟ ليش ما يخرج يكون صوتهم ويتظاهر بنصهم ويصيح للناس اسمعوا ذيقار ايش قالت؟ واضح وضحت. دكتور مسعد اليوم جاوب على سؤال الدكتور لو على حضرتك حنطيك حطك الوقت. اليوم انتم عندكم تمثيل سياسي، ليش ما شفنا نائب من عندكم فضح قضيه فساد؟ ليش ما قال اكو مثلا نائب الفلان؟ ليش دائما ساكتين ونشوفهم بالبرلمان يقولون ما لهم مثلا في التاثير؟ هذه واحد. السؤال الثاني واللي هو الاكثر اهميه لان اريد استثمر ويا حضرتك الوقت، شنو علاقتكم بمحافظ ذيقار؟ شنو اداء رايكم باداء مجلس محافظه ذيقار؟ تمام، ابدا من حيث انتهيت حضرتك. اولا لا توجد اي علاقه بيننا وبين محافظ ذيقار اطلاقا. الشيء الثاني، النواب ومنهم نواب حركه امتداد الان هم في عطله تشريعيه وهم متواجدين في محافظاتهم ويراقبون الحدث، ولكن من السمات الفرسان بانه حينما يكون هناك احتجاج النائب وصل الى البرلمان فما عاد بالامكان ان يكون في الاحتجاج، بل ينقل الاحتجاج، ينقل مطالبه ويكون يكون ترجمانه داخل مؤسسات الدوله. ولكن هناك سؤال، لا عفوا يعني ما يتواجد ويا المتظاهرين؟ لا لا يتواجد، يعني الفرسان ما شفناهم بالكاميرات؟ لا لا موجودين، مو شرط تشوفهم، يعني الدنيا حاره موجودين، نعم يعني الدنيا حاره، المتظاهرين موجودين ويراقبون، اسمح لي، يراقبون الحدث ويشخصون كل محاوله ممكن لا سامح الله ان قد تؤدي يعني الى موجودين. نعم موجودين. هذا واحد. الشيء الثاني، لماذا ندعو الى التظاهر؟ لماذا السلطه تخبئ وتحاول ان تبقي على الفاسدين؟ ما السبب؟ ما هذا التماهي؟ هل هذه مجاملات أم هناك انتفاع؟ لماذا أجبر العراقي أن يذهب في الحر الشديد ويترك عائلته ويترك عمله من أجل أن يظهر كي يوصل صوته؟ مع العلم ما ينفذ صوته إلا إذا كان هناك زخم. لماذا السلطة تحافظ على هؤلاء الفاسدين في مؤسسات الدولة؟ لماذا؟ طيب هذا من عمل السلطة. عندكم نواب دكتور مصر. نواب حركة امتداد، نعم نواب حركة امتداد والنواب الآخرين على مستوى المحافظات هم لديهم رؤية يقدموها إلى جهاتهم المعنيه. سالتي حضرتك لماذا ساكتين او لم تقدموا شيء؟ صحيح؟ نعم. منذ ان كان المقال محمد الحلبوسي في المقابل من قبل المحكمه الاتحاديه في البرلمان قدمنا قبل 10 اشهر 8 استجوابات وسؤال برلماني. لغايه الان يتم تسويف الامر ولم يتم البت به. لغايه الان مجلس النيابي لا يوجد فيه رئاسه لمجلس النواب باعتبار هناك تماهي واصطفاف بين الإطار وبين الأحزاب التي تشترك معها في هذه المنظومة.
حركة امتداد قدمت 8 استجوابات وسؤال نيابي على لوزير التجارة، وزير الخارجية، وزارة المالية، ولكن لغاية الآن لم تقدم، وأصبحت حالها حال اللجنة تقصي الحقائق. ولكن يا سيدي لا تسمح لي، هنا نسأل الشارع العراقي، لماذا تقوم حركة امتداد بتقديم هذه المؤشرات للسلوك القانوني؟ نعم، ولكن لم تتم الاستجابة. كان طالبت الحلبوسي اللي صوتتوا له، الحلبوسي كان طالبتوه قلت له يا بهاي استجاباتك ليش ما تفعل؟ الحلبوسي كان وفق مشوار وفق مشوار تحالف ثلاثي اللي هو تشكيل حكومة أغلبية، هذا الموضوع السياسي. ثواني، ولكن هو أجبركم على أن تكونوا مع عشر ثواني أن تكونوا مصوتين له. دعوة للأخوة ممثلي ذي قار من النواب ومن من يقول أنه بارز في الاحتجاجات أن يتواجدوا في وسط الشباب، خلي يشوفهم الكاميرات حتى احنا هم نشوف. وضحت الفكرة جدا. لا خب، هذا ضروري. أقضي على الفساد، أقضي على الفساد وعلى المخدرات، وبالتالي خلي يحضرون لي ايضا لمحاربه الفساد، يتواجدون ويا السلميين ويا الناس، هذول انتخبوهم حتى لا يكون دفعا للشباب. نعم بالفعل وقت انتهى. انا اعتذر منكم، التنفيذية هذا واجبها رئيس مجلس النواب على الحكومه التنفيذيه. خلي نشوف من ادعى ذيقا تمثيلا واحتجاجا لنشاهده امام الكاميرا. يعني كلامه واضح وواضح، المشاهده مو انجاز، على السلطه ان تبعد الفاسدين. طيب شكرا جزيلا القيادي في حركة امتداد الدكتور مسعد الراجحي، شكرا جزيلا. أيضا رئيس مجموعة النبأ للدراسات الدكتور هاشم الكندي، حياكم الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول ما جرى في ذي قار خلال الساعات القليلة الماضية، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن تفعيل نظام الإسكودا بالمنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. انطلاق مشروع الأتمتة الإلكترونية داخل المنافذ الحدودية عبر نظام الأسيكود العالمية في الموانئ والمنافذ البرية والجوية لضبط الحركة التجارية وإيراداتها الجمركية، فضلا عما له دور مهم في الحد من عمليات التهريب والفساد والتلاعب بتسعير البضائع. التحول الرقمي والتحول الإلكتروني إلى المنافذ الحدودية وجعلها أتمتة إلكترونية هي تحد بشكل كبير من الفساد، وهذه خطوة جيدة لابد من المضي بها من الحكومة، يعني الإسراع والجدية في تنفيذ الأتمتة الإلكترونية في جميع المنافذ حتى يعني تكون هناك نافذة إلكترونية تكون فيها الإدخالات والخروجات والصادرات، وكل تفاصيل التي تحصل في الحدود هي واجهة إلكترونية يستطيع رئيس الوزراء أو حتى الجهات الرقابية الاطلاع عليها في أي وقت والحد من عملية الفساد. نتمنى أن تعمل بجد من أجل إنجاح هذا المشروع، لأنه سيحد من عمليات الفساد وتوحيد عمل المنافذ الحدودية بشكل كبير على حساب الفساد.
الفساد الإداري والمحسوبية وسرقة المال العام. المشروع الذي يعمل في أكثر من 80 دولة سيحد التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضريبية، وسيطور الحركة التجارية في العراق من خلال ربطه بمختلف دول العالم، حيث سيوفر قاعدة بيانات عن العلاقات التجارية وإحصاءاتها اليومية والشهرية والسنوية. تشكو الحكومة العراقية من قضية التهرب من رفع أو من دفع الرسوم الضريبية للبضائع الداخلة. هذه مشكلة كبيرة جدا، أفقدت الإيرادات الحكومة ما يقارب من 70 إلى 60% من جملة هذه الإيرادات. بالتالي قضية الاعتماد على الموافقات الشفهية والإجراءات وغيرها وغيرها، هذا الروتين تضيع هذه الأموال تحت هذا الروتين. الأتمتة حقيقية تضمن للجانب الحكومي في حفظ هذه الإيرادات بالشكل الذي يمنع قضية التهرب والتهريب وغيرها من الأمور الغير قانونية. ويرى خبراء في الاقتصاد تحويل العمل الجمركي إلى إلكتروني خطوة مهمة في الحد من عمليات التهريب والفساد ومنع دخول المواد الممنوعة إلى البلاد. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، حياك الله. اهلا وسهلا حضرتك وبالمشاهدين الاعزاء، حياك الله. ما هي ابرز مزايا نظام الاسكود الذي تم اعتماده في المنافذ الحدوديه؟ راح تنتهي عمليات التهريب؟ طبعا من الواضح ان العراق يمتلك موقع جغرافي استراتيجي مؤهل ان يربط بين قاره اسيا وافريقيا والاتحاد الاوروبي. نعم. فعملية تطبيق أنظمة السكودا ستساهم في طمأنة التجار العراقيين والمستوردين وأيضا دول العالم بأن السلع التي تمر عبر الأراضي العراقية تخضع إلى نظام فحص، نظام تحاسب جمركي، ضرائب، منافذ رسمية. فكلما استثمرنا في موضوع السكودا كلما كانت هناك إمكانية لانتقال جزء من التجارة العالمية. العراق يمكن أن يكون يعني 15% من حجم التجارة العالمية يمكن أن يعبر من خلال العلاقة بين الصين والهند والاتحاد الأوروبي وبالعكس، ولاحقا قارة أفريقيا وربطها بطريقة التنمية. فوجود مثل هذه التكنولوجيا التي ستساهم في معرفة ماذا بداخل الحاوية. حاليا التجار، هو المتلقي اليوم يريد يفهم من حضرتك شنو هو نظام الاسكان. نظام اسكان للحاويه بحيث المواد اللي موجوده بالحاويه وتتبعها من المجهز من المعمل الذي قام بصناعتها الى المنفذ الحدودي. فعندما تعبر هذه الحاويه نعلم ان بداخلها مواد غذائيه، يعني أي سلعة يمكن أن تكون داخل الحاوية تخضع إلى نظام تحاسب جمركي إلكتروني. هذا بعدد وبنوعية وبمنشأ، كلها هذه النظام وزن يحددها؟ نعم، وزن ونوعية وقيمة. فهذه المعلومات تخضع إلى نظام التحاسب الجمركي، وبالتالي نقلل دور الإنسان في عملية تغيير جنس البضاعة. تتعلمين بأن المنافذ الحدودية شهدت تحكم من قبل مافيات نقول عنها محلية. أي. قسم منها يقوم بتغيير جنس البضاعة لأغراض إعفاءات ضريبية، وبالتالي الإيرادات غير النفطية خلال السنوات السابقة كانت تقدر بعشرة تريليون سنويا، لكن الفعلي واحد تريليون. فكيف نستطيع أن يعني العراق يستورد بمعدل 60 مليار دولار سنويا، إذا يعني قلنا 10% نسبة الجمارك والضرائب، يعني إحنا إرادنا 10 تريليون إيرادات من المنافذ الحدودية. الفعلي لا يقترب من 1 إلى 2. فنحتاج إلى التكنولوجيا لضبط عدم قدرة الفاسدين على تغيير جنس البضاعة، عدم قدرة الفاسدين على تغيير قيمة البضاعة من المنشأ إلى المستهلك، والفحص للسلع الداخلة. يعني نظام الفحص، شهادة صحية، شهادة تأمين. خلي أحكي لك بصراحة، اليوم المواطن عنده سؤال وجدا بسيط في ذهنه. يقول لك معقولة هذا النظام راح يقدر يوقف حيتان الفساد عن التهريب وعن التلاعب بالمنافذ الحدوديه؟ لهذا هم هسه ضده، يعني يخنقهم، لانه هذا المخلص الجمركي كان يتعامل مع الموظف، الان ما يقدر يتعامل ويا الموظف، لانه اكو اله هي اللي راح تدخل الباكينج ليست. الباكينج ليست اللي هي وصف للسلعه الموجوده داخل الحاويه، الميزان الالكتروني والسكان يطلع لنا نوع البضاعه وراصدها من الباخره
إلى مقر الميناء، يعني من المنشأ عبر الناقل سواء كان نقل بري أو بحري أو جوي، فلا يمكن تغيير جنس البضاعة، لا يمكن تغيير قيمة البضاعة، تسهيل مهمة المرور، يعني النظام اليدوي مناولة الحاويات يدويا وفتحها يدويا يفتح ثغرات للفساد والضغط على، يعني عندما تشاهد بضاعة إكسباير يمكن أن يتم الضغط على الموظف، لكن ضمن الآلة، الآلة ترفض مباشرة. بس مثل ما حضرتك تعرف، مثل مادة تطور أساليب الكفاح الفساد ومكافحة الفساد، أساليب حيتان الفساد هم جاءت تطور. يعني ممكن نشهد عمليات لتعطيل وقت لهذا النظام وبالتالي مرور البضائع وبعدين عودة النظام لا هو لغاية الآن هو ما منفذ بالكامل كل المنافذ الحدودية. احنا يعني حسب المعلن أن منتصف السنة القادمة سيتم يعني إكمال جميع المنافذ الحدودية، لكن حماية للمستهلك العراقي من الغش التجاري والصناعي نحتاج إلى أبرام عقود طويلة الأجل من قبل التجار العراقيين الرسميين. يعني هناك تجار عراقيين نظاميين يقومون بإبرام عقود تخضع إلى تدقيق للتأكد من منشأ البضاعة وآلية انتقال البضاعة عبر يا منفذ، من أين هي مخازن التاجر العراقي الذي يقوم بالاستيراد إلى أن تصل إلى المستهلك. المستهلك النهائي ست فراح، المستهلك النهائي لا يقوم بشراء السلعة بالنقد وإنما أيضا ببطاقة الائتمان، بحيث نحدد أن هذه السلعة التي يقلل دخلت الحلقات الزائدة من عمليات الشراء كلها إلكترونيا تصير. بعد ما عندي شيء اسمه البضاعة تضخم سعرها. مو هسه هم اكو سؤال، نعم. يقول لك راح يكون على منفذ حدودي وعلى منفذ، نعم. لا على منفذ رسمي بالمطلق ما حد يقبل. لا مو بكيفهم، يعني هسه عندك كم منفذ انت غير رسمي في سلطة الجمارك الاتحادية؟ زين المنافذ الحدودية جميعها تخضع للسلطة الاتحادية هاي الرسمية، لكن اي متمرد عندك منافذ غير رسمي، اي متمرد طبعا هذا دور الاجهزة الامنية، منافذ غير رسمية تغلق، المنافذ الغير نظامية فرضا تحول إلى نظامية، يعني لا يوجد مرونة في هذا الموضوع. بخلافه تدخل سلع غير مطابقة للمواصفات وأموال العراقيين تذهب بدون استيراد سلع مطابقة للمواصفات، يعني هو هدر بالمال العام لأن جمارك يتم التغاضي عنها، هدر بالمال الخاص لأنها تقوم بشراء سلع غير مفحوصة، الموازين التي يعني تضبط حركة المواد الداخلة أيضا يفترض أن تعمل بالذكاء الصناعي، الإنتاج المحلي، يعني عندما نضبط السياسة الجمركية هناك سلع من المنشأ الفلاني تخضع إلى نسبة، من المنشأ الفلاني تخضع إلى نسبة أخرى، بدون هذه النظام السكودا المرونة تكون في إدخال سلع غير مطابقة للمواصفات بجنس آخر وهذا حاليا موجود، فالمنتج المحلي ما يقدر ينافس. أنا عندي شروط دا أطبقها على الإنتاج المحلي، المنتج المحلي شلون يقدر ينافس سياسة الإغراق وسياسة الغش التجاري؟ لازم أحميه من الجمارك، أحمي هذا، أحمي هذه السلعة. كم منفذ عندنا غير رسمي في إقليم كردستان أو يعني غير رسمي في بقية المحافظات؟ هي كلها 23، هي كلها 23. إحنا نتحدث عن منافذ يعني تقوم بإدخال يعني 1000 حاوية يومياً، لا نتحدث عن مثلاً عبور سلعة بسيطة. يعني منافذ غير رسمية وتدخل 1000 حاوية يوميا؟ نعم، يعني لا تخضع إلى مواصفات هاي السكوادا. أي منافذ في طبعا أقليم؟ بالتأكيد أقليم كردستان يعني وحتى بالجنوب، يعني حتى يعني حتى بالجنوب، يعني حتى في ميناء أم قصر السيدة وزيرة المالية عندما زارت الميناء وجهت بمجموعة من المخلصين الجمركيين الذين يحاولون إفشال تطبيق النظام من أجل استمرار الإيرادات الغير نفطية لهؤلاء، فعلينا يعني قطع هذا الموضوع. هذا النظام يعمل على الانترنت، يعمل على شبكة يعني الأمم المتحدة راعية لهذا الموضوع، منظمة التجارة العالمية راعية لهذا نظام، الآيزو مواصفات الفنية العالمية أيضا راعية لهذا النظام، ولاحقا سيرتبط بالبنك المركزي، يعني أن عملية الاستيراد تتطلب عملة صعبة تخرج من المصارف العراقية، فهناك متابعة للأموال ومتابعة للسلع، مالي مادي. شنو أبرز التحديات اللي تواجه هذا النظام؟ الإنترنت، يعني أنت أشرتي حضرتك إلى جودة خدمة الإنترنت لأن هذا يحتاج إلى شبكة دولية طبعاً. وحاليا السودان يكلف فريق متخصص بالربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، يعني فريق عمل متخصص مثلا عندما تدخل السلعة من طريبيل أو من الشلامشة، أو يكون هناك دائرة واحدة، من هو مجهز هذه السلعة؟
من هو التاجر، من أين ستدخل هذه السلعة. السياسة الجمركية يجب أن تكون واحدة. يعني إقليم كردستان إلى فترة قريبة كان يطبق تسعيرة بريمر وليس التسعيرة الاتحادية، فلذلك أصبح التجار الذين تعاق عملية دخول سلعهم الغير مطابقة للمواصفات من الجنوب أو من الغرب يقومون بإدخالها من منافذ يعني شبه رسمية. فلذلك عندما تكون سلطة اتحادية سنسيطر على عملية السلع الداخلة ونضبط حركة الأموال وندعم الاستثمار لاحقا، على اعتبار أن استهلاك العراقيين حاليا لا نعلم ما هو استهلاك العراقيين من السلع الفلانية من المنشأ الفلاني. عندما تدخل ضمن بيئة الأتمتة سنحلل تحليل استهلاك العراقيين، وبالتالي ندعم المستثمرين في إنشاء معامل داخل العراق للاستفادة من هذه الإيرادات بعيدا عن الاستيراد. ممكن اختراق هذا النظام، ممكن عرقلته، ممكن قطع الانترنت عنه، لأن مثل ما جاي تتطور أساليب الأتمتة جاي تتطور أساليب العصابات والمافيات والهكر وكل هذه الأمور. لهذا احنا نطالب هيئة الاتصالات أن تكون هناك حزم مالية متخصصة لضبط حركة انتقال المستندات، وكذلك نطالب هيئة الاتصالات بإيجاد بدائل، يعني في حالة قرصنة في حالة سطو على نظام المعلومات أن يكون لدينا يعني نظام حماية. وطبعا تكنولوجيا حماية التكنولوجيا هي أسهل من حماية المستندات الأوراق. وضحت الفكرة. شكرا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. والآن نذهب بكم إلى الموجز الخبري. السودان يوجه بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة. المجلس الأعلى للشباب يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية. خلية الإعلام الأمني تعلن قتل عدد كبير من الإرهابيين بعملية أمنية في بساتين العيط بمحافظة ديالى. العتبة الحسينية المقدسة تعلن اتخاذ إجراءات لتقليل الحرارة على الزائرين وتسهيل حركتهم. المنتجات النفطية تعلن عن تجاوز مبيعاتها عبر الدفع الإلكتروني حاجز 2 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.